لتنفيذ هالموديل نحن بحاجة لملقط شعر، قمطة سوداء، منديل أسود ومنديل أحمر. بالبداية منوضع الملقط لزيادة حجم الشعر، مندخل القمطة بالرأس، منوضع المنديل الأسود بشكل أنه يكون عنا طرف طويل وطرف قصير، ومنثبته من كل جهة. منعلي أسفل المنديل لأول الرأس ومنربطه بالأسفل. منوضع المنديل الأحمر فوق المنديل الأسود، منثبته من الجهتين. منرجع مناخد الطرف الأيمن من المنديل الأحمر للجهة التانية، منلفه حول الرأس ومنثبته على جنب. من بعدها مندخل المنديل الأحمر بين طرفي المنديل الأسود، منلفه حول الرأس ومنثبته على جنب بشكل جيد. منرجع منثبت المنديل الأسود والمنديل الأحمر بدبوس. وهلأ منجمع طرفي المنديل الأسود والأحمر على بعضهم لنحصل على شكل ورود صغيرة.